مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. اليوم فيديو فتشي حماسي للأخير، فأريدك تحضر ترتيباتك، شاي، قهوة، جقاير، ملاعيب، حتى شنو تركز وياي وتفهم الموضوع مثل ما أنا مركز. زين، اليوم راح نسولف على ميزة راح تجي بتحديث المايكروتيك القادم. حاليا احنا بالبيت يشترون عليها مايكروتيك. هاي الميزة تحل مشكلة البينج بالالعاب الاونلاين، تحل مثلا مشاكل الاتصال، هالامور هاي راح تقول لي هي موجوده اصلا بالكيوز، نقدر احنا نسوي برايورتي وما ادري شنو. لا، هاي تحل مشكله ثانيه. المشكله الثانيه هي اسمها البفر بلوت. هسه راح نشرحها يوم تخربط. اوكي، سالفه البفر بلوت شنو؟ انه انت مثلا جيت حددت سرعه واولويات، انطيت مثلا كل شخص الى سرعته حتى يتحسن البينج مثل ما احنا مسوين بالفيديوهات، يعني حليناها جزئيا. البفر بلوت تجي داتا هوايه او حجمها اكبر من المعتاد، فشلون نقول تتحرك بالمايكروتيك بداخل الجهاز، فيبدي البينج يصعد وينزل، يتخربط عندك او يعلق. هاي ليش؟ انه انت عندك مثلا اكو يسموها اللو ريت كونكشن، كونكشنات او اتصال يحتاج سرعة قليلة، 200-150 كيلو بيت، 512 كيلو بيت، قليلة كلش حتى يشتغلوا. أي تأثر لهاي السرعة رح يبدي يصعد ينزل البينج. أوكي، مثل الألعاب الأونلاين قلنا، والاتصالات اللي هي الفي آي بي مثل الفايبر والواتساب والآخره. فأكو ميكانيزم بالكيوز اسمها FQ كودل، هاي موجودة باللينكس من زمان، وما اعرف شنو السبب المايكروتيك ما منزلها. هي اصلا المايكروتيك عباره عن لينكس، مفروض هاي موجوده بس راح تنزل. المهم الاف كيو كودر شنو شغلتها؟ شغلتها تعالج هاي المشكله اللي حكينا عليها، اللي هي البينج والكونكشنات اللي تحتاج سرعه قليله بحيث يحاول يوازن لك الاتصال. احنا ما نريد يعني نفصخ تفصيخ، بس اريدك حتى تفهم الفكره. فخلوا نروح اول شيء للموقع ناخذ شرح سريع عن البفر بلوت. اوكي، بفر بلوت از ذا انديزايربل ليتنسي ذات كومز فروم راوتر اور اذر نتورك اكوبمنت بفرينج تو ماتش داتا. هاي اوكي، مو شرط الراوتر، احتمال اكو جهاز مربوط بالشبكه يسوي لك بفرينج، فصير داتا هوايه بالجهاز يسوي لك هاي العمليه، هي اللاتنسي اللي يقوم يصعد وينزل. مثل ما قلنا الاف كيو كودل موجوده اصلا بالاوبن دبليو ار تي، جماعه الاوبن دبليو ار تي موجوده عندهم، بي اف سينس موجوده بيه، الاوبن سينس كلهن، بس المايكروتيك ما كانت موجوده بيه. زين، هسه راح نجي نسوي في التجربه ونشوف هاي العمليه شنو نتائجها اذا طبقناها. فانا جايب هذا شو اسمه 912 مسوي راوتر. اكيد راح تسالني شلون طريقه اسوي راوتر، عود يعني اذا بالتعليقات احد كتب عود نسوي لكم عليه فيديو. المهم مو موضوعنا هذا. فمسوي راوتر ومنزل بيه البيتا فيرجن 7.1 بيتا 5 واللي بيه هاي الميزه. اذا تلاحظون بالكيوز هسه انا منزل كيو اف كيو كودل، اذا تضغط زائد راح تلقى الاف كيو كودل والكودل والكيك، مو كيك مال عراس، كيك هي اسمها كيك، بس هاي شويه بعدين موضوعها احتمال نسوي له فيديو واحد هو الكودل همينه. المهم فراح استخدم الاعدادات الديفولت مال الاف كيو كودل مثل ما قلت لكم انا ضايفها، وراح نسوي نضيف سرعه لمتها حتى نتاكد منها تشتغل ولا لا. راح اخلي سرعه الاتصال مال كل المتصلين، يعني نبدي 1 ميجا ونفحص البينج وننزل. اوكي، نبدي ننزل سرعه ونشوف كفاءه العمليه شلون تصير. فخلينا نجرب الواحد ميجا بت. مثل ما تشوفون شباب الكيو تايب هي ديفولت سمال، راح نجرب على الديفولت سمال. اوكي، بعدين نبدل على الاف كيو كودل. خلينا نشغل في فيديو اول شيء بالايباد نكنكه، بعدين نفتح الموبايل نفتح بيه ببجي نجرب، لان ببجي هي تقيس لنا البينج. انا اقدر اقيس لكم البينج يعني قبل من داخل المايكروتيك، بس حتى تشوفون العمليه شلون تصير. بس خلي يفتح حتى الموبايل جمر. هسه حاليا الكيو حمراء صارت باعتبار مفوله. اي فتحت اللعبه. اوكي، هسه البينك حاليا يقرا عندنا 195 140 مثل ما تشوفون. راح اقلب بالفيديوهات حتى شويه اسوي عليه لود، حتى النت صار عندي بطيء بالايباد. البينك عندي 100 ليتحرك اللاعب جيد 142. زين،
خلينا نرجع للمايكروتك. شوف حتى ما كنت ما اقدر ادخل لانه فول. يلا اتصال زين. نحول على البفر بلوت، العفو الاف كيو كودل اللي انا سويته قبل شويه. ابلاي نسجل فيديو. لا احنا حلو اوكي. ترافيك ايش قاعد يقرا لحد الان؟ الترافيك ده شوفه اصفر او احمر. خلينا نحول على غير فيديو حتى باليوتيوب. اي لود. نرجع للبينك، تلاحظ انه البينك نزل عندي. اذا هاي الاف كيو كود حلت لي هاي المشكله. الاونلاين اذا تلاحظون البينك 100 تقريبا والكيوم فوله. زين خلي شوي نصعب الموضوع اكثر. ياتي البينك 92، خلي ننزل بعد اكثر السرعه نخنقها زايد. اوكي ليش ده يفصل؟ شباب بس على جال المشكله وارجع لكم لان انا مكنك على الواي فاي مال 912 فده يفصل. جزوه بي مشكله ما ادري، خلينا نشوف. هسه نقلل بعد السرعه اكثر، نسويها مثلا 512 ونشوف البينك ايش قد يصير. هسه لحد الان احنا على الاف كيو كودل. اوكي ايش قد البينك؟ 100. حلو اللود زايد فشيء مو طبيعي. 88 زين. خلينا نجرب على ال 512 بدون الاف كيو كود. اوكي هاي الديفولت سمول اللي هي القديمه 512 زين. ايش قد صار البينج عندنا؟ 155 195 حلو. المهم ما نريد نطول بالفيديو فشباب هسه حنحكي الخلاصه حتى نفضها نوخر هذا الني. المهم هسه خنطفي. اذا هسه الاف كيو كودل اذا نزلت بالمايكروتيك بعد لا تحتاج فاير وول ومانجل واي بيات الببجي ودوختها وهاي الهوسه، بس هو كيو واحد تضيفه هو راح يميز الكونكشنات القليله. نغلق الايباد. راح يميز عندك الكونكشنات القليله وينطيها برايورتي عاليه. اوكي فينزل عندك البينك ويتحصل عندك الاتصال بدون اي دوخه بدون اي شيء. اذا تشوفون انتوا انا ما سويت شيء بس مجرد ضفت هيك رول وهاي ما غيرت شيء. فاللي يريد يجربه هسه يقدر ينزل البيتا 7.1 بيتا 5 على الجهاز ويجرب، واللي يحب ينتظر فهي راح تنزل اوتوماتيكيا وان شاء الله يعني اذا صار وقت عندنا نشرح الكودل والكيك زين نتش شوي بها ملاعب اكثر. الكيك تختلف. اوكي تلاحظون. فالمهم يعني اخبار حلوه جايه جماعه المايكروتيك. جماعه الاوبن دبليو ار تي موضوع مهمكم لانه موجوده من زمان هاي السالفه، بس بالمايكروتيك يعني راح تستفادوا من عندها هوايه. فاللي يريد يجربها يسوي مثل ما انا سويت. كل اللي تسوي ما تسوي شيء. انا هسه مو حددت 1 ميجا. تقدر انت مثلا تحدد كيفك 20 ميجا 30 ميجا ماكو مشكله. وتختار الاف كيو كودل. ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الخدمه كلش طبيعيه ما بيها ليمت، بس الفكره انه الباكيت اللي من تجي باكيتات او فلود من الباكيتات هوايه. مو احنا ما نريد نطب الموضوع الاختصاصي يعني المتابعين هوايه ما مختصين. المهم من تجيك داتا هوايه وداتا قليله يمرر الداتا القليله اسرع. اوكي ويأخر شويه بالداتا الهوايه لان هي نقدر نقول سمارت بتحديد السرعه. مثلا عندك الفيديو مال يوتيوب وغيره هذا ما يحتاج بينج قليل، ماكو مشكله اذا صعد البينج، فشو يسوي؟ اخره ويعبر ذاك اوتوماتيكيا. اوكي شباب، فهاي تقدرون تجربوها انتم بنفسكم، تسوون بحث وتشيكوها. وهاي نهايه الفيديو، تقبلوا تحيات اخوكم علي محمد.